كثير منا أو كلنا على الأسف بنمر بمشاكل وضغوطات اجتماعية اقتصادية يومية ممكن تأثر على حالتنا النفسية رشا، وممكن تتحول لاضطراب نفسي أو أمراض نفسية. في حالات ممكن نمر فيها مثل حالة القلق، التوتر، الخوف. اليوم خلال الأزمة بتحسي في كثير من الناس صار عندهم حالة خوف من بكرة، ممكن يكون معهم ظرف، مر معهم ظرف قاسي. النسبة الأكبر نور اليوم النسبة الأكبر صار عندها فوبيا بكرة. احنا بكرة كيف بدنا نمضي؟ منين بدنا نجيب؟ يعني هاي من الآخر ما فينا اليوم نجمل الواقع كثير يعني. وأيضا في شغلات ثانية يعني بعلم النفس بيقولوا لك أيضا بسبب أمراض نفسية. صحيح، بس كل هاي الأمور ممكن تكون طبيعية، لكن لما نقول الحالة وصلت لحالة مرضية استمرت لفترة كتير طويلة يجب استشارة أخصائي نفسي أو دكتور نفسي. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر بطريقة موسعة معنا الأخصائية النفسية شذا عبد اللطيف. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباحك صحة بداية. صباح النور. نعطي طاقة وجرعة إيجابية. شذا اليوم نحن عم نحكي عن مشكلات نفسية، وهي اليوم الاضطرابات النفسية بحر يعني. ممكن أي اضطراب إذا زاد عن حده بتحول لفوبيا، تحول لمشكلة ومرض نفسي، ونحن اليوم بحاجة لزيارة طبيب. قبل ما نفوت بهدول التفاصيل خلينا نعرف هيك بشكل عام شو هي الاضطرابات النفسية أو المشكلات النفسية. بداية نحن دائما بنحب ننوه على أهمية الصحة النفسية اللي بيلزم وجودها عند أي فرد فينا لحتى هو يقدر يكون قادر على القيام بأدواره بالحياة الاجتماعية أو دوره بالحياة المهنية أو حتى بالصعيد الشخصي. الصحة النفسية بيلزم وجودها عند هدول الأشخاص لحتى هنون يكونوا قادرين أنه هنون يحققوا مستوى عالي من الأداء الفعال بالمجتمع، يقدروا يكونوا أشخاص فعالين، يقدروا كمان أنه هنون يكملوا المسيرة اللي هنون مبلشين فيها من الصغر لحتى هنون يكتمل النمو الشخصي عندهم ويتطور هاي الصفات اللي هي موجودة عندهم بالأيام اللي جاية. لما بدنا نحكي عن المشكلات النفسية فينا نحكي على أنه هي عقبة بتكون بحياة هذا الفرد. هي العقبة هي بتمنعه من أنه هو يؤدي الأداء الأكاديمي لإله، أو هو بتمنعه أنه هو يمارس حياته بشكل طبيعي أو يؤدي بروتين حياته اليومي. ممكن كتير تأثر على المزاج، ممكن تأثر على طريقة التفكير، ممكن كتير تأثر على السلوك. طبعا لكل مشكلة نفسية إلى عدة تبعات وإلى عدة تفاصيل ممكن هي يمرق فيها الشخص، ممكن من خلال ظروف معينة بالشغل، ممكن ضغوطات العمل اللي هو عم يمرق فيها. في أسباب جدا واسعة وبحر واسع. صحيح. تمام لهي الأسباب. بس خلينا نفصل شوي معك شذا، يمكن اليوم في مشاكل نفسية يمكن هي أكثر أو شائعة أكثر، يعني بالآونة الأخيرة ما كان عندنا هي الثقافة إنه مرشد نفسي أو دعم نفسي. اليوم عم نشوف لا، هيدا الإطار توسع أكثر، الناس عم تهتم فيه أكثر، لأنه فعلياً خلال الأزمة يمكن بعض الحالات صارت منتشرة بشكل أكيد. أكبر. خلينا نحكي عن أكثر المشاكل النفسية شيوعاً اليوم، نركز عليها شوي لنفصل للناس أكثر، لأنه في ناس ما بتعرف تتعامل معه، أو يمكن بتمر بتقول هيدا شيء طبيعي، الطفل عم يمر بمرحلة مراهقة أكيد. أو مثلاً كلياتنا مضغوطين نفسياً، بس لا، في بعض القصص لازم فعلياً نوقفها عنها. هلا للأسف بالفترة اللي كانت السابقة ما كان في عنا هذا الضوء أو تسليط الضوء. صحيح. على الأمور النفسية اللي بصير عند الأفراد، فكنت تلاقي مثلاً شخص بيمر بضائقة معينة أو موقف طارئ أو حدث صادم ممكن مارق معه، ما بيلاقي هذا الدعم أو هذا الوعي الكافي ليعرف هو شو الأشياء اللي هي عم. صحيح. يمرق فيها وشو عم يمرق معه. لكن بالوقت الحالي اليوم نحن صرنا نشوف أنه صار في عندك يمكن عم يتسلط الضوء أكثر على دور أكثر. تماماً. صحيح. على دور الطبيب النفسي وعلى دور الأخصائي النفسي، وصار يمكن الشخص عنده هذا الوعي الكافي لحتى هو يعرف يقدر يميز أنا اليوم ممكن في خلل ما عم بيصير معي، ممكن من الظروف اللي هو عم يمرق فيها. ولكن في عنا كتير هلأ ممكن بعض المشكلات اللي هي صارت نتيجة الحرب اللي نحن كنا عم نمرق فيها. نتيجة تماما نحن فينا نصنف المشكلات النفسية بناء على الفئات العمرية ممكن يلي عم يمرق بتكون خلال فترة العمر عند الإنسان. ممكن في عندك مشكلات خاصة بالأطفال، لما بيكون عندك طفل عنده قلق الانفصال مثلا عن الام، لما بيكون بحاله خوف من المدرسه. ممكن نحن هون بدنا نميز بين الخوف المرضي والخوف من المجهول اللي بيكون عم يمرق فيه الطفل. في انواع من المخاوف هي عاديه وطبيعيه هو بيمرق فيها، ولكن في الام بهي المرحله دورها انه هي تعرف بالضبط اليوم طفلي عم بيمر عن جد بهي الضائقه، لانه ممكن يكون صاير معه شيء ازمه نفسيه او صاير معه موقف
هو مضايقه عن جد، ولا ممكن اي حدا بعمره قادر انه هو يمرق بهذا النوع من المخاوف وممكن ما ياثر عليه. ممكن كثير الطفل يكون في عنده نوع من العدائيه، السلوكيات العدائيه اللي ممكن بيكتسبها خلال فتره الطفوله يلي هو عم يمرق فيها. ممكن كثير يكون في عنده نوع من الانانيه المفرطه، حب الام الزايد، كل هاي التفاصيل ممكن لمرحله معينه هي تكون طبيعيه، ولكن لما تتفاقم عن هذا الحد ويصير في إلى شده وفي إلى تكرار، هون بقى بيلزم انه نحن نضوي على هذا الشيء عند الاخصائي النفسي. كمان في عندنا عند البالغين ممكن نلاقي هلا الاكثر شيوعا حاليا فينا نقول بالوطن العربي او بالعالم العربي هو الاكتئاب. صحيح. عفوا، المشاعر السوداويه اللي بيكون عم يمرق فيها الشخص، المزاج المنخفض، ممكن تلاقيه في عنده نوع من العزله، نوع من التجنب، ميالين. يعني قلتي نقطه كثير مهمه بالوطن العربي، اكتئاب، ميالين لهي الحاله، يعني ما في عندك تمام. حاله مقاومه هي تماما. الغريب بالموضوع يعني تماما بنسمع بحالات انتحار بهذا العمر. صحيح. يعني الافكار أكيد. السلبيه بتكون كثير مسيطره على القصه. اكيد. هلا ممكن تلاقي في نمط من الناس هن ميالين لانه يكونوا اكثر عزله او اكثر تجنبا. صحيح. هدول الأشخاص ممكن في أشخاص ميالة للإيحاء، بتشوف شخص ممكن أنه هي تقلد السلوك اللي هو عم يقوم فيه، ما بتعرف أنه هذا الشيء ممكن يسبب لها مشاكل هي لبعدين أو يفاقم القصة معها لبعدين. بس قلك مثلا أنه أنا ورفيقتي منحب مثلا أنه ما كتير نطلع، ما عنا هي الاختلاطات، ما عنا هي الحياة الاجتماعية، فإحنا منفضل أنه نكون مثلا منعزلين عن باقي أفراد المجموعة. ممكن كثير تلاقي في حاله من القلق يلي هي هلا كثير شائعه بين الشباب السوري، قلق من المستقبل، من مثل ذكرتي بالبدايه، قلق من بكره، شو الشغلات اللي هي ممكن تصير معنا لبعدين. هذا النوع هو جدا مسيطر اذا فينا نقول. صحيح. في اشخاص ما عم تعرف كيف تتعامل معه، ما في اليات تدبير للقلق، ما في عندك اليات للتعامل مع المخاوف يلي هي بتكون عم بتصير معنا. ممكن نخاصين مع نفسنا شوي، يعني هي قصة حالة التعبير ما كتير بنعبر، وبعدين إنه يلا هي حالة وبتمر تماماً. ما عنا هي حالة الاعتراف بالمشاعر تماماً للأسف. في عنا حالة من انعدام التعبير عن المشاعر، بتلاقي الشخص دائماً هو عم يكبت كل المواقف أو كل التصرفات يلي هي بتكون عم تصير معه خلال النهار. ثقافي من التربية الطفولية أكيد هي بتلعب دور كتير كبير، التربية الوالدية والتنشئة الأسرية، كمان بتلعب دور البيئة اللي هو قاعد فيها مقدم الرعاية. ممكن كتير الأشخاص يلي هنو نزحوا من مكان لمكان، ممكن عندك انه ما بيعرفوا انه هم مثلا يتاقلموا مع المجتمع المضيف اللي هن قاعدين فيه، ما لقوا حدا ممكن يلجؤوا له بالظروف البيئيه الجديده يلي هي صارت معهم. بننتقل كمان اذا في عندنا لمرحله الشيخوخه، عند كبار السن كمان بنلاقي في مشكلات فقدان الذاكره، مشكلات الفقدان، مشكلات الخوف من الهجر او قلق الموت يلي هو بصيبهم بسن معينه كبيره. بتتنوع المشاكل النفسيه، ومثل ما قلنا هي بحر واسع، بتتنوع بحسب الفئة العمرية وبحسب الأعراض يلي هي عم تمرق فيها، وشو التفاصيل اللي ممكن نسلط الضوء عليها لحتى نعرف نشخص أكثر. طيب شذا، هلا من نقطة حكيتيها خلينا نحكي، نحن بآخر سنوات مضت نحن مرقنا كلنا بظروف، مثل دائما نحن بنقول إنه الذاكرة عنا محملة بأرشيف كامل من الصور المؤلمة. أكيد. تأثرنا بالشيء اللي صار، عشنا ألم الفقد لأشخاص كتير غاليين بحياتنا، عشنا ألم الخوف والقلق، هدول القصص عملوا لنا نحن اليوم ما لنا سليمين، يعني مننا خلينا نبلش المحيط الخارجي، نحن ما لنا سليمين ابدا نفسيا يعني، ولكن نحن اليوم ما فينا نقول نحن مرضى نفسيين. يعني المريض النفسي في دلائل عليه، نحن عانينا صح، ولكن في قدرنا نطلع، ولكن الذكرى بتبقى يعني أكيد. خلينا نحكي اليوم نحن كيف منوصف انه هذا الشخص عنده عن جد مرض نفسي، مو انه بس مجرد اضطراب. تمام. هلا بنلاقي بكل البيوت السوريه حاليا ممكن كثير نلاقي هي المشاعر اللي انت ذكرتيها. صحيح. ونوع هلا هي موجوده بكل، انا بضمن لك القصه بكل اكيد كلياتنا في عنا مثل الصندوق الاسود يلي هو موجود جواتنا، يلي نحن بنخاف اوقات انه نحن نفتحه او نقرب عليه، اللي بيحمل كم هائل من المشاعر والمواقف والذكريات يلي هي مرقت معنا. ولكن لما نحن في عندك نوع من المرونه النفسيه يلي هي بتكون موجوده بين كل شخص وشخص،
وفي عندك فروق فردية. ممكن الموقف يلي صار معك وأثر فيكي، الشخص اللي بيكون معك بنفس الموقف ما يعطي نفس التأثير يلي هو عم بيصير عليه. لكل حدا فينا طريقة التعامل مع الضغوط وإدارة أزمات معينة هو بيقدر أنه يتصرف فيها ويعمل رعاية ذاتية لحاله. خليني أشبه لك إياها بكرة الثلج. لما أنا بقعد براكم كل المواقف يلي هي عم بتصير معي مرة بعد مرة، هي أكيد حتتضخم وتكبر، ولكن لما أنا ممكن حدا يقول لي بيوم من الأيام صباح الخير بطريقة هي جدا تكون طبيعية، أنا من جوا بكون خلص أنا تعبيت كلياتني مواقف ومشاعر سلبية، بقدر أني أنا تطلع ردة فعل كتير تماما كتير مبالغ فيها. هون بقى بنسأل حالنا هذا السؤال، يا ترى أنا كان رد فعلي هو مناسب جدا للموقف ولا أنا تصرفت بطريقة هي أبدا ما كانت مناسبة؟ هي إذا مرقت مرة مرتين تحسيها هي يعني مثل ما قلنا ضغط نفسي، بس هي استمرار هي الحالة هون تماماً. لما بدنا نعرف أنه هذا الشخص فيه عنده مشكلة نفسية بدنا نشوف مدى استمرارية هي الحالة اللي هي عم بتصير ومدى دوامها. نحن دائماً منحط ثلاث تفاصيل من نسلط الضوء عليهم، الشدة والمدة والتكرار لهي الأعراض يلي هي عم بتصير معنا. كثير حلو الواحد يكون عنده الوعي الذاتي يلي هو بيقدر أنه يعرف بالضبط شو الأشياء اللي هي عم بتصير معه. في أشخاص ممكن تقلك أنه طب من ما صار معك هيك، بتقلك ما بعرف انه انا ما عندي فكره ما انتبهت. في اشخاص ممكن تفكر انه لا انا ممكن لانه اليوم ضغطت كثير بالشغل ما قدرت اني انا نام، صار معي حاله من الارق، صار معي حاله من فقدان الشهيه. طبيعي ممكن انه بتمرق لحالها، ممكن انه هي تبرر التفاصيل ممكن تصير لحالها، ولكن من اليوم بنحب كثير انه ننوه على هي النقطه، يكون في عندنا هذا الوعي بافكارنا وبمشاعرنا وبسلوكياتنا يلي نحن عم نعملها، لنقدر ممكن نوصل لمرحله عن جد أعرف حالي أنا اليوم ممكن عم بمرق بضغوطات معينة عابرة ولا ممكن هذا الشيء أثر علي لبعدين. طبعا دائما منركز على نقطة الكشف المبكر عن المشاكل النفسية اللي هي بتصير عند الشخص. كل ما كان الكشف المبكر عليها بطريقة أسرع كل ما قدرنا نحصل على النتيجة المثلى تماما بالشفاء. طيب خلينا نحكي بالمطلق، أساسا ما في حدا كامل نفسيا سليم نفسيا 100%، وكلياتنا بنمر ببعض الضغوطات وبتأثر مثل ما ذكرتي حالات معينة وعدم الاستمرار فيها هي المنطق الطبيعي. بس لما أقول البيئة المحيطة قديش بتلعب دور بدعم هي الحالة النفسية، أو أي شخص ما يمر بحالة نفسية قاسية خصوصا إذا بنبلش مع الأطفال، يعني أكيد. إذا بنبلش أساسا مع الحالة النفسية بنرجع للطفول أكيد. فلأي أم بتتابعنا أو لأي أسرة عم تتابعنا، أنا كيف فيني أدعم نفسيا طفلي من البداية مشان ما يمر بهي التفاصيل؟ لأنه أحيانا طريقة التعامل كلياتنا مضغوطين، يعني ما في حدا ما أنه مضغوط اجتماعيا اقتصاديا ماديا، العائلة بتلاقي عم تشتغل شغل وشغلين أكيد. في أحيانا الأطفال اللي بياكلوا تعصيبة من هون أكيد نوع من التنشئة الأسرية تماماً. الخاطئة هون ضبط السلوك عند الكبار والتعامل مع الطفل أنا لا أقدر أرعاه نفسيا أكيد. بشكل صحيح، شو هي أهم النقاط اللي فيني أنا ركز تماما. عليها؟ نرجع لأسباب المشكلات النفسية اللي احنا ذكرناها، يعني عندنا ثلاث مشكلات اللي هي اللي فينا نقول البيولوجية واللي هي الوراثية واللي هي البيئة المحيطة فيه لهذا الشخص. البيئة بيكون التركيز الأكبر عليها، التركيز الأكبر لما أنت بتشوفي هذا الطفل شو يلقن لما هو بيكون صغير، شو التنشئة الأسرية يلي هو عم يتعرض لإلها خلال مراحل الطفولة يلي هو عم يمرق فيها. ممكن كتير أمهات يقولوا أنه ممكن الضرب عم بيربي، الضرب عم بيعلمه، ياخدوا معه سلوكيات هي أبداً مانا صحيحة. بتبلش هون بتلاقي هذا الطفل هو عم يربى على المورثات الخاطئة من الأم ومن البيئة المحيطة، وما كان من الأم بيكون من مقدم الرعاية، وبيكتمل هذا الشيء وبيتبلور خلال المدرسة، وبتلاقي بقى السلوكيات بلشت تظهر. ممكن كتير يطلبوا الأم مثلاً على المدرسة يكون ابنه بالبيت هو ما بيحكي ولا كلمة، تتفاجأ بأنه هو حدا عدائي، هو حدا عنده مشاكل كتير، عنده سلوكيات سلبية، ما عم يقدروا أنه هنو يتصرفوا معه. فضروري جدا مراقبة الطفل لسلوكياته خلال البيت، ونعرف كتير منيح ممكن في كتير دورات تدريبية أو ورشات للأمهات المقبلات على أنه هنو يكون عندهم الأطفال طبعا الصغار، وهنو يعرفوا كيف يتعاملوا معه من الصغار لحتى هنو يعرفوا بالضبط شو المورثات اللي أنا قادرة أنقلها لطفلي لأقدر أنا ما خليه يتفاقم هذا الموضوع عنده بالمستقبل لمشكلة نفسية. اليوم ممكن الأهل لازم يراقبوا وضعهم أول شيء قبل ما يراقبوا هذا الطفل، لأنه أكيد. أي شيء يعني هنن عم يأثروا بالنهاية، يعني هذا الطفل عم يتأثر ويروح يأثر بالمحيط. طيب خلينا نحكي شزا اليوم بالحالات اللي بتجي لعندك،
عم تختلف اليوم التسميات، ولكن كلها نحن فينا نقول اضطراب نفسي. ولكن علاجياً إمتى الأخصائي النفسي بروح للموضوع الأدوية والمنومات والمهدئات، وإمتى بس بتكون إنه القصة بس محاورات وإفراغ طاقة؟ تماما. ممكن كثير الاشخاص هنا بيتوجهوا لعنا بيتوجهوا كرمال المشوره النفسيه، حدا بس حابب انه حدا يسمعه يفضفض له، يقدر انه هو يضوي له على النقاط اللي هي موجوده عنده بحياته، يقدر انه بس يشوف ممكن قصته من حدا من طرف خارجي قادر انه هو يشوف القصص من برا. دائما الاشخاص اللي بيكونوا بقلب القصه مو قدرانين انه هن يتخذوا القرار الصح نتيجه غباشه ممكن معينه بتكون واضحه على عيونهم، فبيحاولوا انه انا جاي لعندك انا بس بدي احكي، بدي فش خلقي، بدي اعرف شو الشغلات اللي انا عم تصير معي. واجبنا كاخصائيين نفسيين نقدر ندلهم شو هي، ونعمل التثقيف النفسي، ندلهم شو هي الاعراض اللي هي مثلا عم تظهر عندكم، نعرف بالضبط هي الشغلات هي مستمره من فتره طويله، قديش المده اللي هي بلشت تظهر عندك هي الاعراض، هل يا ترى تعرضت لموقف صادم، هل يا ترى انت ممكن بدلت بيتك، بدلت شغلك، ممكن انت انتقلت لنوع معين من من طبقه مجتمع انت كنت فيها صرت فيها، في كثير تماما واحداث صادمه ممكن يكون مارق فيها، بنقدر نعرف كل هي الاسباب اللي هي عم بتصير معه. لما بنشوف القصه هي بس عباره عن مشوره نفسيه وانا بس حابب اني انا فضفض من دون ما نلاقي نحن ما في عنا أعراض بتحتاج للتدخل من الإحالات المتخصصة اللي نحن بنعملها هون، من يعني نعمل بس التثقيف النفسي وبتم بقى متابعة هي الحالة لبعد تقريبا شي شهر إذا هو طلب. طبعا بالحالات الثانية اللي هي ممكن نلاقي عنده الأعراض، هذا الشخص ممكن يكون في عنده اضطرابات نوم، ممكن هو حالة من القلق الاجتماعي، حالة من الرهاب الاجتماعي، ما بيقدر يتواجد ضمن التجمعات، هذا الشخص ما عم يقدر يكون نوع من أنواع الصداقات، هون بقى نستخدم معه العلاج النفسي اللي هو ما بيتطرق لأدوية. أما لما بنلاقي في عنا بقى صارت الحالات الشديدة يلي هي بتكون صايرة معه، ممكن في كتير أشخاص يكون في عندهم محاولات انتحار، ممكن يكون في مزاج جدا منخفض بحاجه نحن لادويه لتعديل حاله المزاج، هون بقى بنبلش نحيل لعند طبيب نفسي ليقدر هو يكمل معه الرحله الدوائيه المرافقه طبعا لرحله العلاج النفسي. طيب خلينا نقطع هون بس قبل ما تروحي لسؤالك، انه اليوم شخص وقت اللي بيروح كرمال يحكي عند اخصائي قد ايه اليوم هو فاقد الثقه بالمحيط، يعني أكيد. او يمكن هذا المحيط هو اللي عامله هو ما بيكون موفر له يعني الدعم، طبعا موفق بالاشخاص الموجودين حواليه. تمام. احنا ما بنعبر، ما عندنا هي الثقافه يعني من التربيه والبيئه، حتى قد ما كان الشخص قريب منك ما عندك هي الثقافه لاني انا فضفض وعبر. اكيد الناس مياله للشخص اللي ما بيعرفه منه قريب لحياته لحتى تقدر. وكثير بنلاقي هي الجمله انه انا حابب احكي لشخص مجهول. صحيح. تماما مجهول هو ما بيعرفني. صحيح. وانا يعني انا بحس انه انا اطلع من هون ما احس بالذنب اني انا مثلا هلا عم بحكي هي. طب خليني ركز على نقطه حكينا عنها بالبدايه معك، نعطي نصائح عامه لانه مثل ما قلنا بس ما عندنا هي الثقافه الواسعه اساسا، نحن ربيانين على عادات وتقاليد بتقلك انه ما بيصير وعيب وسنه ضايعه ما بتعبري النفسي والمعالج ما بتعبري عن مشاكل عن مشاعري بطريقه كثير صحيحه طبيب نفسي اكيد 100% بس خلينا نعطي بعض النصائح لكل الناس اللي ما انا قدرانه تعبر عن مشاعرها مشان ما تتراكم وما بتحب تروح اساسا، كيف فيني انا اقدر اضبط هيدا السلوك عندي وبنفس الوقت اعبر عن مشاعري ما خليها تتراكم، يعني بالاخير الاذيه بترجع لإلي لشخصي لنفسيتي. تماما. لازم انا احط حالي بالاولويه بكل موقف ممكن انه هو يمرق معي بتفاصيل حياتي، انا الاهم. ممكن كثير طيب ليش الاشخاص لما انا بتنجرح ايدي ممكن اني انا احمل حالي وروح لعند دكتور ممكن يطلب لي اياها، طيب انا كمان ممكن امرق بحدث صادم، هذا الحدث قادر انه هو يجرحني من جوا، يسبب عندي رد نفسي، اذيه نفسيه معينه، هي ما حتروح لا بمرهم لا بدواء، هذا الشيء اثره تراكمي علي. فاقدر اني انا من اليوم اقدر اجمع حالي مع الاشخاص الاجتماعيين، الاشخاص الايجابيين، الاشخاص المساندين اللي بيكونوا لنا، بقدر انا احكي معهم اي شيء ممكن يخطر ببالي، اقدر اني انا اعمل الرعايه الذاتيه لحالي اذا انا ما لقيت هدول الاشخاص. ممكن كثير يقولوا لك انه نحن دائما بنعمل النصائح تبع العاب رياضه، طلع امشي 45 دقيقه، قدر انه انت عمل صرخ على السطوح ورجع تماما عصب لك على ورقه بيقولوا كمان الرسم اكيد رح اقول لك شيء كثير مهم، لكل حدا فينا طريقته بالتعبير عن المشاعر، ممكن عالم تقول لك انا بحب غني، انا بحب اطلع مع رفقاتي، مفهوم السعاده ومفهوم
السعادة كثير بيختلف من شخص لآخر. صحيح. لكل حدا فينا طريقته للرعاية الذاتية لنفسه، فهون نقدر إنه اليوم كل حدا فينا ممكن اليوم يسأل حاله هذا السؤال، أنا شو الشغلات اللي هي قادرة ترفع عندي هرمون السعادة السيروتونين وتقدر إنه هي تعطيني حالة من السعادة. أغنية صحن أكل أنا هي رأس مالها. تماماً. يمكن أنا إذا سألت هلأ سألتكم كل حدا فيكم يكون إجابته مختلفة عن الثاني. شو نور قولي لي؟ تمام. هلا هاي للكل يعني، ولكن نحن عم نقول ضغوط يعني ورؤية شوي. تمام. لكل حدا فينا طريقته بالتعبير، نحن نحاول اليوم انه نحن نفتش على هي الطريقه يلي هي قادره انه تروق الشخص، قادره انه هي تدعمه نفسيا. اذا ما كان ملاقي الاشخاص اللي هن حواليه ايجابيين، يقدر يتعلم طرائق جديده لحتى هو يدير الازمات اللي هي عم بتصير معه. أكيد. لأنه نحن بنفضل الآخر علينا. أكيد. للأسف وحتى لما تقولي بالبداية ما بتعبري أو ما بتحكي، لأنه أنت بتحبي تعملي الشيء اللي منيح مع الآخر. تماماً. يعني لأنه بيكون في عنا انخفاض بتقدير الذات عنا، لما بيرتفع عنا تقدير الذات بنقدر أنه نحن نحس بحالنا أنه نحن الأولوية ونحن الأشخاص اللي عن جد بيستاهلوا أنه هنن يعيشوا حياة سليمة نفسياً وسليمة جسدياً وسليمة. أكيد. بهذا المجتمع اللي نحن عم نمرق فيه، فمنحاول أنه نحن نضوي دائماً على هي النقاط، يعرف الشخص تماماً شو الشغلات اللي هي قادرة أنه هي تريحه، يقدر ما يكبر ويعبر. إذا ما قدر أنه هو يعبر لشخص بيقدر أنه هو يشوف أخصائي، إذا ما عنده إمكانية أنه هو يشوف أخصائي بيقدر أنه هو يفرغ مثل ما ذكرتي البداية على الورقة والقلم. تماما. بعدين يشق الورقة ويقول لك هو تاني نهار إذا فاق وراها رح يشق لحاله. يعني هي نوره بهي القصة، بتكتبي شيء تاني نهار تقولي تماما، لانه انت بتكوني تاثير يعني. تماما. تاثير الحاله الانفعاليه اللي انت بتكوني عم تمرقي فيها، ثاني يوم بتحسي كل الامور بلشت تهون وبلشت تصير الامور، انت بلشتي تنظري لها. المفروض نحن نهون القصاص ونروح لقصه الطناش، وخصوصا بهي الفتره يعني انه مو كل شيء يوقف عليك. بس طناش عن طناش بيفرق، نقدر نطنش بس ما نحاول هذا الشيء نراكمه نحن فينا، نقدر انه نحن نتخطاه او حتى نواجهه. في ناس كثير بتكبر القصص، يعني انه بتكون موضوع كثير صغير، ولكن انا بنظري انه انا ما اوكي انا فيني اتجاوزه وبجوز نور تقول لي لا كذا، لا لازم نعمل هيك، لا يعني هدول الاختلافات ممكن تزيد القصة. اكيد. وطبعا لطبيعه كل شخص فينا وللبيئه اللي هو جاي منها وحتى للفروق اللي هي بتكون موجوده فيه، بهذا الاساس نحن بنقدر انه نتعامل مع هدول أكيد الاشخاص. اكيد نتمنى يا رب الصحه والسلامه النفسيه لكل الناس. دائما بنقول حبوا حالكم وهونوا على حالكم، لانه يمكن بالاخير اذا انت ما مرقتي هي الضغوطات كثيره على الكل. اكيد. والحياه بتعاش مره واحده، فمستاهل انه نحن نعيشها برواق. صحيح. شكرا ان شاء الله. صباحك صحه وسعاده. صباحك اهلا وسهلا بحضرتك.